لم أفهم ما تنوي عمله. القاضي المبجل يخبرك. الورقة التي وضعناها لهم كانت ورقة اختبار لنعرف نواياهم. قلنا فيها نريد شراء الصليب ب1000 دينار ذهبي، وإننا ننتظركم الليلة في حانة القمر الفضي. لقد جاء السادم. ماذا يريد مولانا المقدس سادن النار المقدسة؟ لا أريد شيئا. ما معنى هذا؟ لقد نجحنا، إنهم يوافقون. وبعد؟ غدا نعرف. هل أنت مستعد؟ مستعد لأي شيء؟ لاستقبال الفتاة التي فتنتك في الحانة. قلت إنها تحب زوجها. لست مستعدا أن أقحم نفسي على قلب امرأة ليس لي فيه نصيب. لقد ناسيت زوجها الذي كان، وستكون أنت زوجها الذي تزف إليه الليلة. كيف نسيت؟ ذلك سر المهنة. ستأتيك الليلة بقلب صفحته بيضاء لتخط عليه ما تشاء. ثعلبة. بعد أن تخلصت من كل همومها أصبحت أكثر فتنة. لقد وعدتك أن تكون أنت أول من يشهد بقدرتي على محو ما يحفظه الإنسان. هذه زوجتك يا سيدي، فلتسعد بها ولتسعد بك. لم يعد لي ما أصنعه الآن، فلأخرج. هل أنت زهرة؟ نعم أنا هي. هذا وجهك؟ نعم. ماذا تنكر فيه؟ أنا هي. كان أكثر نضارة عندما رأيتك أول مرة. كاني أرى فتاة أخرى. انطفأ بريق عينيك. أراك تنكر في كل شيء. هل أنت زوجي؟ هل أنت زوجي؟ ألم يقل لك ذلك الرجل؟ أسألك أنت، قلب العذراء يخفق بقوة حين يسمع كلمة الزواج. قلها لتسمع دقات قلبي. قولي كل ما عندك أجبك عليه مرة واحدة. أسألك أنت، هل أشهدنا الناس على زواجنا؟ هل وقفنا أمام مذبح الرب واستمعنا إلى الكلمات التي تهز القلب بعنف عن الرب، عن العهد المقدس الذي شد بين قلبينا؟
هل وضعت يدك في يدي وأشهدت الناس أنني أمانة الرب عندك؟ قل إن ذلك قد حدث، فأمضي معك إلى نهاية العالم وأحبك حتى تنتهي الحياة. لا، لن تضع يدك في يدي حتى تقول إن ذلك قد حدث، على أن تقسم عليه. لم يحدث شيء من ذلك. فبأي حق تستحلني؟ بأي حق تريدني أن أضع يدي في يدك وتعانق روحي روحك؟ بأي عهد؟ بأي كلمة مقدسة طاهرة تريدني أن أمضي معك خطوة واحدة؟ تلمس يدي ما دمت لم تفعل. من أي البلاد أنت يا زهرة؟ بلادي بلادي ربما عرفتها لو حدثتك عن أشياء تعلمتها منها. أنا من بلد يرى الزواج رباطا أبديا، من بلد يحب أبناؤه إلى الموت ولا يكرهون، يزرعون فيأكل كل الناس، يرفعون البناء ليطاول السماء. هل عرفت؟ زهرة، لا أحب أن أخدعك، سأخرج من حياتك ولن أراك بعد الآن. كلماتك تعمل كسكين في نفسي. انتظر، لا تتركني. هل غضبت مني؟ الزوج لا يرحل حتى لو دفن في التراب. هذه حكمة أرضنا الطيبة. لا تتركني، أنا في عالم غريب وحيدة، أنا خائفة أرتعد. لا تذهب لتدعو هذا الرجل ليأخذني، دعني أموت ما دامت حياتي التي أحببتها لا توجد. أريد أن أموت. Thank you.
نأسف لتأخرنا اليوم، ننتظرك غدا. أتريدون شراءه بألف ألف دينار فقط؟ وماذا تريد أنت؟ أريد ألفي ألف، ألف ألف لي وألف ألف للكاهن الأكبر. نحن قوم تجار وسنبيعه لأصحابه، ماذا نكسب إذن؟ اترك لنا نصف الألف ألف، نحن ثلاثة كما ترى. ينبغي أن أشاور الكاهن الأكبر. سوف يرضى. من أين عرفت؟ لأننا لا نحب أن تمتد المساومة بيننا وبينه طويلا، نستطيع أن نشتريه عن طريق كسرى. لن يؤذن لكم بالدخول، إننا نعرف الطريق إليه. انظر، هذه جوهرة وحيدة في العالم، سنبيعها له ليحلي بها تاجة. قد رضيت. وماذا تقولون لكسرى؟ سنقول له إننا أحرقناه في ناره المقدسة لنؤكد زوال ملك الروم وخلود انتصار كسرى. فلتمضي الحياة في سبيلها والويل كل الويل لمن يحاول أن يقف في طريقها، هكذا قال زعيم قريش أبو سفيان بن حرب. أصبحوا هم والعبيد سواء. ما تقول يا أبا حذيفة وأنت ترى ما ينتظرك من ألوان التعذيب؟ أقول مرحبا بالعذاب، ليعلم الذين ستشرق عليهم شمس هذا الدين غدا ماذا لقينا في سبيله ليتمسكوا به تمسكهم بحياتهم. خذوه. الله أكبر يا أهل الشرك، الله أكبر، الله أكبر يا أهل الشرك. كف أيها الحقير. الله أكبر، الله أكبر. أسكته يا حنظلة، إن صوته يفزعني. خذوه بعيدا، الله بعيدا. أكبر، الله أكبر. دعوني، إني أعرف طريقي. من ذلك الذي يعرف طريقه يا حنظلة؟ هذا عبدنا، هل ترفع صوتك وتطلب الرحمة من آلهتنا وأتركك؟ لقد عرضتني على الموت قبل ذلك لأنسى ديني وربي، وانتصرت بديني وربي. الأمر الآن يختلف. حقا إنه الآن يختلف، بالأمس كنت وحيدا، أما الآن فأنا أعيش وسط إخواني، وسط أمة علمها أعظم المعلمين كيف تصبر لينتصر في هذه الحياة كل ما هو عظيم وجليل، وليشرق المستقبل السعيد الذي يسعد به الناس جميعا، قد لا يراه البعض ولكن العالم بأسره سوف يراه. أسكته يا حنظلة، لا أحب أن أسمع. إنه لا يريد أن يسمع ما يملأ قلبه نورا وسلاما. أنت تملأ قلبي نورا وسلاما أيها العبد الحقير. ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول إن نور الإسلام سيشرق على كل من يعيشون على هذه الأرض، وستذهبون جميعا. الشقي منكم يقتله ظلمه وشركه، والسعيد يدخل في دين الله، ولكن المؤكد أن أبناءكم وأحفادكم سيكونون من أبناء الإسلام. قالها الصادق الأمين، إنه سيخرج من أصلابكم من يوحد الله ويعبده. هل سمعتم أغرب من هذا؟ أرأيت يا حنظلة، إنه يتعذب ويقاسي من أجل أبنائنا وأحفادنا. إنه لا يدرك معنى ما يسمع، لأن على القلوب أقفالها. أيها السيد، هذه أمة جديدة، كان الأنبياء في الأمم الغابرة يدعون على الكافرين فيذهب الله بهم، ولكن محمدا لا يفعل ذلك لأنه يحب أبناءكم وأحفادكم،
ويرجو لهم رحمة الله وعدله، يريد لهم الجنة. أما أنت أيها السيد فإني أبارك لك. على ما يباركني هذا العبد؟ إنك بوفائك لآلهتك وصلابتك في الدفاع عنها تصنع لك طريقا ممهدا إلى جهنم. حنظلة، لماذا نسكت عنه؟ اذهبوا به ليعذب. مرحبا بالعذاب في سبيل الله وفي سبيل دين الله. من دخل بيتي في غيابي وأخذ غلامي أسلم؟ أمية بن خلف، من جاء بأسلم هنا؟ لقد أرسلنا العبيد والموالي ليحضروه، لن ندع أحدا على دين محمد يعيش بيننا. أي حق لكم في ذلك؟ أم الفضل، لقد نفد صبر قريش، لن يجلس محمد في بيته آمنا مطمئنا ويطلق علينا هؤلاء بكلامه ليفسدوا حياتنا ويهدموها. إنها تطهرها من كل شر. هذا رأيك، ولكن رأينا هو ما سمعته، لن ندع أحدا يهدم حياتنا. بئسة الحياة التي لا تقوم إلا بالصياط وقطع الأرحام وقتل الناس وقهرهم. حنظلة، لا تتعهد تفسد عملنا. إن لقريش سيدا واحدا يجب أن يطاع. عود إلى بيتك. لن أعود إلا بغلامي. أدوا واجبكم أيها الرجال. أي عار، أي عار، بئست حياة لا حرمة فيها لشيء، بئست حياتكم، فلتهدم، فلتهدم. لا تنظر في وجوههم حتى لا تأخذك بهم شفقة ولا رحمة. حنظلة، من يسب محمدا ويعبد آلهتنا تتركه. لم تبكين يا أم أيمن؟ أبكي لبكاء رسول الله على ما أصاب أصحابه. أوذ في الله ورسوله ولم يستطع لأذاهم دفعا. أعرف يا أم أيمن، لقد كنت هناك أن ذهب الرسول إليهم. نعم، ومنذ عاد إلى بيتي وهو يبكي لا يرقى له دمع، ظل ساهرا طول الليل يشكو إلى الله ألامه وأحزانه. وأين زيد؟ ذهب إلى رسول الله. حسبك يا عز، الله معهم، سيقتلون أنفسهم. الندم سيقتلهم يا أم أيمن. لماذا يا ابنتي؟ لما قالوا، لما أعطوا المشركين من قول، قالوا كلاما يندمون عليه. لهذا عاد عمار من عندهم يبكي وهو يدخل إلى رسول الله. البشرى، 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 أمرني رسول الله أن أمضي مع عمار إلى الذين عذبوا في الله. إنهم في كرب عظيم يا زيد، يخفون وجوههم عن أنفسهم وعن الناس. هل تأتين معنا؟ رأيت خبابا يهيم على وجهه خوفا مما قال. سأعود به وألحق بكما هناك. هل تحمل لهم خبرا؟ إن شاء الله، إن عمارا سمع الخير كله. هيا يا عمار. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بأي وجه نلقى رسول الله بعد أن قلنا ما قلنا؟
لم أعطهم شيئا. قالوا قل سوءا في محمد ودينه كما قال رفاقك، فقلت لهم لا. قالوا قل خيرا في آلهتنا، فقلت لهم لا. أستطيع أن ألقى رسول الله مطمئنا؟ لا تتحدثوا بما كان منا، لم نكن في وعينا، كنا في الظلام ولم نكن ندري من أين يأتينا العذاب. لولا النار التي كادت تذهب ببصري لما قلت لهم شيئا، كانوا أقسى علينا من الوحوش. فلننسى ما قلناه. كيف ننساه والندم عليه يعتصر قلوبنا؟ كيف لقد كنا نهذي، والله يعلم أننا كنا نهذي بأشياء لا ولن نؤمن بها أبدا. كيف يتحدث الإنسان عن عاره؟ كيف؟ الله أكبر. إنكم تخفون وجوها عليها عظمة الإيمان والمعاناة. إنكم قوة الإسلام في الغد القريب بإذن الله، لا عليكم مما كان. كيف يا زيد وقد قلنا ما قلنا؟ زيد، أنا لم أعطهم شيئا يا زيد. قد علمنا ذلك يا بلال، يرحمك الله. أرى بعضكم غاب. أخذوا معهم أربعة ارتدوا عن دين الإسلام. لا أريد أن أعرف أسماءهم، لن يزيدنا خروجهم من صفوفنا إلا قوة. إنه الخبث الذي لا يحتمل نارا تقترب منه فيتطاير في الهواء. سبيل الله يا خباب. لم ينل مني عذابهم، ولكن ما قلته بلساني هو عذابي الأليم. هل من نجاة يا زيد؟ هذا عمار يحدثكم. يا إخواني، لقد لقيني رسول الله والأسى على وجهه الكريم وقال ما وراءك. قلت وأنا لا أستطيع أن أمنع دموعي، شر يا رسول الله، شر، ما تركوني حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير. وبعد يا عمار؟ قال رسول الله: كيف تجد قلبك؟ قلت: أجد قلبي مطمئنا بالإيمان. فمسح الدموع عن وجهي بيده الكريمة وقال: فإن عادوا فعد، وبشرني بالجنة مع آل ياسر. الله أكبر، الله أكبر. نجونا، نجونا. إن عادوا عدنا والقلوب مطمئنة بالإيمان. ونزل لكم القرآن.
أسمعنا يا زيد، أسمعنا ما أنزل من القرآن لنا. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الله أكبر. ثم اعلموا جزاء من عذبوكم، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. في سبيل الله، إنما لقيناه ليس شيئا بالنسبة لما ينتظر الدنيا والناس جميعا. من أجل ذلك سنخوض بحارا من النار لا نبالي بعد اليوم. لقد مضى العذاب، مضى وكأنه حلم كريه. سهيل، عمار، كيف حالك يا عمار؟ سهيل، هل علمت أننا سنهاجر إلى الحبشة؟ نعم، علمت ذلك وأريد أن أهاجر معكم. لا، بل تبقى بجانب تجارتك لتكون إلى جوار رسول الله. إني ضقت بنفسي ووجودي هنا. عليك بالقرآن، فيه شفاء للصدور. ستحتاجون إلى المال، ها؟ انتظر سهيل. انتظر يا عمار. خذ هذا المال ليعينكم على أمركم في هذا البلد. عندنا ما يكفينا عمار، ذلك يجعلني أشعر أني معكم. خذه بالله. حسنا، به 1000 درهم، هل تريد مزيد؟ هذا يكفي. السلام عليك ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الناس، أيها الناس، عندي جارية تجيد كل اللغات، العربية والسريانية والرومانية، وتحفظ الشعر أيضا. أيها الرجل، هذه بضاعة فاسدة، ما للناس والعربية والسريانية والشعر؟ وما الذي يروج عندهم إذن؟ قل إنها تجيد الرقص والغناء الخليع وما أشبه. هل تعرفين الغناء؟ لا. والرقص الخليع هل تجيدينه؟ لم يسبق لي هذا الشرف. هل عندها شيء مما ذكرت؟ نعم نعم، الرقص. الرقص؟ أجل، إنها تجيد الرقص. هيا هيا يا ماوية، هيا هزي جسدك يا ماوية، هزي جسدك. ماوية، إنهم سكارى وسيظنونه رقصا رائعا. أيها الناس، أيها الناس، عندي جارية تجيد كل أنواع الرقص. دعنا نرى أولا، فقد خدعنا من قبل. أي عالم هذا؟ يا ماوية هز، يا ماوية هز. غشاش، إنها تصلح راهبة في دير. هل يوجد أحد بالبيت نخشاه على أسرارنا؟ لا لا لا، كن مطمئنا،
خرج أبي منذ لحظات، لا أظن أن يعود الآن. ما وراءك؟ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج بديننا من مكة، ما دامت أرض مكة لم تستجب للكلمات الطيبة فإن أرض الله واسعة. أصبح الإسلام أمانة نحملها، وينبغي أن نحافظ عليها لخير الدنيا والآخرة. ولكن إلى أين؟ إلى أرض بها ملك عادل لا يظلم عنده أحد، هكذا قال رسول الله، في ظلال العدل ينبت كل نبات صالح. لم تخبرني أي أرض. إنها أرض الحبشة، خرج جعفر بن أبي طالب وبعض الصحابة ومعهم نساؤهم وأطفالهم حتى لا نمكن الطغاة من ديننا. هل ستلحق بهم؟ جئت أدعوك أن ترحل معي، لم يكن معي مال، تأخرت حتى جمعت ما يعونني على الرحيل، وسأرحل بإذن الله عند الفجر، هل تأتي معي؟ فاجأتني بهذا الأمر، لست مستعدا الآن، منع عني أبي كل مال، علي أن أدبر أمري كما دبرت أنت أمرك. لا بأس، أعدك أن ألحق بك بأسرع وقت. هل هو أمر من عند الله يا مصعب؟ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. عظيم هذا يا مصعب، كأنما أنزلت لنا. إنها تطهير لنفوسنا ودعوة للحفاظ على الحق بعيدا عن كل فتنة حتى يتم الله أمره. قد علمت. حدثني يا مصعب، هل لك رغبة في عزة بنت أبي سفيان؟ ماذا تعني؟ أشعر أنك تحبها، أعني هل تريدها زوجة لك؟ أنا لا أفكر في أمر الزواج الآن يا علي. رائع ما تقول. لماذا سألتني عن عزة؟ لا شيء، أراني أهتم بأمرها وأفكر فيها، وما دمت لا تريدها لنفسك فأنا أحق الناس بها. إنها فتاة آمنت في بيت عريق في الكفر، ويسعدها أن تتزوج مؤمنا قبل أن تضطر إلى الزواج من كافر. عجل بخطبتها يا علي. سأعمل بمشورتك وأتقدم لخطبتها غدا. أستودعك الله حتى نلتقي. الفراق أليم يا مصعب. إننا نترك وطننا وأحباءنا ونمضي إلى بلد آخر، نعيش غرباء لا ندري ما نلقى فيه، من أجل أن يبقى الدين ويشتد حتى يستطيع أن يأخذ بيد الذين يشقون في كل مكان على أرض البشر.